يعني النهارده في قرارات مصيريه في السودان، وبعد ما الحكومه ابتدت انها تطبق سياسات نقديه جديده، فالنهارده بتدخل مرحله جديده وابتدت تسترد شركات وعقارات واصول ضخمه اداها نظام البشير لمجموعات تابعه للاخوان وحماس وحركه الجهاد الاسلامي. فلجنه الازاله بتقول ان ارباح الاصول دي كانوا بيمولوا بيها التنظيم العالمي للاخوان. من بين الشركات اللي تم استردادها شركة الرواد للتطوير العقاري، وعندها مشروعات ضخمة في الخرطوم، وشركتين حسان والعابد وشركة الخرطوم للطرق والجسور اللي كانت بيديرها الإخوان من جنسيات عربية، وشركات بقى بتشتغل في الزراعة في الخدمات المالية زي شركة شافكو ونعائم للاستثمار وفيحاء للتحويلات المالية، حاجة كده نسخة بالكربون في كل بلد الإخوان بيروحوا فيه، حتى الأسامي كده تلاقيها شبه بعضها وماشية في نفس السكة. محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني بيقول اللجنة نجحت في إفشال مخطط تفجير البلد. وجدي صالح عضو اللجنة قال نظام البشير قدم ممتلكات الشعب السوداني لخدمة الإخوان في الداخل والخارج تنفيذا لأجندته، وقال النظام كان بيمنح شخصيات ومجموعات تابعة للتنظيم العالمي للإخوان أصول وشركات عامة بدون مراعاة لحقوق الشعب السوداني، منح شخصيات إخوانية جوازات سفر بعضهم استخدمها في أعمال إرهابية اتسببت في أن السودان بقى محطوط على قائمة الدول الراعية للإرهاب في التسعينيات، وده خسر السودان 300 مليار دولار لحد ما تم شطب السودان من قائمة الإرهاب السنة اللي فاتت بعد ما دفعوا تعويضات 335 مليون دولار لضحايا تفجير سفرتين بتوع أمريكا في كينيا وتنزانيا في 98 والبارجة USS كول في اليمن. طبعا أمريكا رمت بلاها على السودان وطلعت منهم اي مصلحة، ولكن الاخوان هناك اشتغلوا واشتغلوا بنفس الطريقة اللي كانوا بيشتغلوا بيها هنا، لولا ان ربنا ستر وقدرنا ان احنا نمنع هذا الوباء من ان هو ينتشر الانتشار الكبير. لكن الفترة الطويلة اللي حكم فيها عمر البشير السودان ادت الى ما حدث، والنهاردة السودان بتتدارك الموضوع لكن بعد خسائر كبيرة إن شاء الله يتم تداركها.